الرسول سمعني وشايفني، لم يحصل طلب سماع اقواله. معالي النائب العام بعت من حوالي شهر بقولك تحت قاعة تحت يا فندم تاني يا بيه يا اخي في حاجه اسمها مضبطه اللجنه. لا ستك ستك في مضبطه اللجنه انا بس استاذ محمود لا 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 مصر كده كابتن شوبير كابتن شوبير من فضلك لا 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 احنا متفقين يا راجل في مضبطه لجنه مشرعيه وفي مضبطه لجنه الشعب هكذب الاثنين دول ازاي مضبطه ايه كابتن شوبير الله هو احنا متفقين من الاول احنا ماشيين هادين طيب امال ايه اذا كان في مضبطتين يا شوبير من فضلك في مضبطه اللجنه الشرعيه كابتن شوبير هترد على لما يخلص هترد عليه يا سيدي بالامين العام من فضلك عشان هو ما يتعاقش انت بتتكلم عشان سياده المستشار ما يتعاقش اتفضل دكتور احمد فتحي السرور بيسهر وسامعني وشايفني ومعالي المستشار النائب العام والمستشار هشام الدرندلي والمستشار محمد السيد شايفيني وسامعني اتبعت برفع الحصانه او قدم طلب قال لهم سماع اقوالي فوافق الرئيس مجلس الشعب على كان في الفتره الاولانيه للرفع الاولاني كان المجلس في اجازه ولما بيبقى في اجازه من حق رئيس المجلس هو اللي ياخد القرار فخد القرار وكلمني بالليل الساعه بقول تاني 11 بالليل قال لي رفعت الحصانه على احمد شوبير لما جالي بلاغ من النائب العام طلب من النائب العام للمره الثانيه قال له لا رفع حصانه لان فيها جرائم تزوير وفيها جرائم خطيره ادي واحد اثنين معالي النائب عن الست الاولانيه سته تاني الدكتور فتحي ايوه انا بقول كلمك 11 بالليل لكن رفعت الحصانه انا كده لان كنت طلعت في برنامج قبليها عاتبت عليه قلت له دكتور فتحي لماذا تحميه فدكتور فتحي سرور من حقه كرئيس مجلس الشعب في فض الدوره ان هو يرفع الحصانه يبقى الاول هو طلب سماع اقوال النائب العام صمم رفع الحصانه الدكتور فتحي رفع الحصانه ادي اول مره ثاني مره مستشار النائب العام بعت عن طريق وزير العدل عن السيد وزير العدل قال له ارفع حصانه على 6 قضايا اخرى فالاستاذ احمد شوبير راح رايح قدم طلب اللي بيقول عليه ده تاني بيقول اهو بنكرر نفس الكلام يا تاني لا من فضلك شوبير من فضلك قال انا عايز سماع اقوال فقط وفعلا سماع اقوال اللي راح للنائب العام ده سماع اقوال وهيرجع تاني بامر الله رفع الحصان ادي جزء بتاع رفع الحصان ثلاثه هو قال انه الحكم ده منطوق لا هو انا بس بعلمه القانون الحكم اسباب ومنطوق والمنطوق والاسباب بيكملوا بعض ايه الكلام ده يا احمد مش فاهم شرح لي يا احمد هيقول لك الحقيقي لا يا فندم يا كابتن احمد جاي مع ابو عشري بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك اتفضل عشان احنا يعني احنا ماشيين كويس يعني هو حضرتك تتريق عليا في البرنامج وانا جيت لك تحت البيت وبعد اذن حضرتك جيت تحت البيت ده مؤكد لكن ما تتريقش يعني احنا بس احنا مش ممكن ان انا اتريق عيب ان انا اتريق عليك احنا جايين نحكي حكايه هو كابتن احمد حرصا على مستقبله ومستقبل اولاده لانهم محترمين وقصة عايزينها تستمر في الحياه العامه اشكرك هو هيعتذر او لا يعتذر كلمه واحنا هنضغط ان احنا نقبل الاعتذار لكن ما ينفعش يتقال على ابويا ان هو شاذ جنسيا ان هو عبيط ومجنون انا اقول لحضرتك وتسال كل المبادرات اللي هو بيقول لحضرتك عليها انا تحايلت على الناس كلها ان تقنع كابتن احمد يعتذر لان انا عايز اقنع بابا احنا عايزين نوصل لصيغه بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك اصل ما ينفعش 15 نقطه كلهم غلط احنا مش جايين هنا احمد ايه ده احنا بنتكلم ايه ده استاذ احمد احنا حضرتك بنتكلم يا استاذ احمد احنا من المدرسه اللي قالوا ده تعالى حضرتك سيبك النيابه تثبت والقانون يثبت او لا يثبت احنا بنسال كابتن احمد بضميره ويحلف على المصحف هو اخطا او لم يخطئ لم يخطئ شكرا يا كابتن احمد نكمل في النيابه لازم نوصل استنى ده بيقول كلام حلو قوي استنى انا ما بعرفش من فضلك لا استنى بس انا معجب بكلام احمد فضلك اسمعه من فضلك عشان الراجل قاعد معانا انا بقول لك يا بني ادم استنى القصه بتاعت كده طيب انت وصلت الحل كويس يا استاذ احمد من فضلك ماشي انا اسال السؤال ده انا كامل يا فندم هو قال الحكم على فكره اسباب ومنطق بيكملوا بعض هو قال تحدي قال يا جماعه البرنامج بتاعي انا ما انا الحكم مش ضدي ضد القناه يا استاذ احمد القناه اصابها رذاذ بسببك سيدي ما تقرانا المنطوق ما انا اقرا دلوقتي ما تقرانا رابعا اكمل ما تقرانا رابعا عشان تخلص القضيه اقرا رابعا هو انت لو قلت لي اسمه محمود ده حاضر انا كنت جبت لك 100 ورقه حاضر معلش انت عارف كل حاجه مش محتاج ورقه بسيطه جدا احنا مش محتاجين رابعا يا استاذ احنا بنفضفض مش محتاجين صغير محامي يقول لك القصه هو قال في برنامج اسمه استاد الحياه ده كوره وتحليل انا معاه انا بس افكره في ماتش مصر وزامبيا كان معاه مجدي عبد الغني وهو بيحلل شتمني اللي بيقول لك هو ايه اللي جاب استاد الحياه مصر وزامبيا احنا ما كناش واخدينه اصلا ثاني لا انت كنت بتعلق لا انت كنت مش واخدينه ما مش يعني انت كنت يا استاذ فاضل يا استاذ كنت بتتكلم عن الماتش مصر وزامبيا يعني انت مش واخده وما بتتكلمش عنه بالليل يعني انت بتتكلم مش مصر وزامبيا بيقول ان هو من ثانيه بيقول يا فندم ان هو ما عرفش القضيه وما تمش اعلانه ما فيش محامي حاضر عنه استاذ فاضل هو تم اعلانه حضر الاستاذ الدكتور حسنين عبيد استاذي في القانون عنه
بتوكيل عنه، مكتوب فيه انه يحضر في قضيه مجلس الدوله، التوكيل عام حاجه لكن يقول له وتحضر في القضيه بتاعت مجلس الدوله ده خصص. ثم نمر التلاتة بقى حضرتك، هو كان بيطلع في برنامج يقول ايه يا مرتضى المحكمه ما فادليش البرنامج ليه، ما انا طالع اهو يعني البرنامج ما تقفلش المحكمه، يعني ده راجل عارف ان في قضيه وفي محكمه. حضرتك هو بيقول انه كل اللي قاله ما انكرش ولا لفظ بالسباب دي ولا لفظ بالسباب. نرجع بقى نخش حضرتك في الموقع. حضرتك استاذ احمد